الله الله على هذه الأجواء الجميلة. اليوم بنبدأ حلقتنا من هذا المكان الطيب في برنامجنا شباب وبس. خلينا نبدأ بأحلى حاجة وأكثر حاجة أنا أحبها واللي هي الأكل. خلينا نبدأ وخلينا نبدأ جولتنا، تعالوا معي. طبعا ببدا يومي وببدا جولتي مع هذه اللقيمات اللذيذه. السلام عليكم. على كم؟ نص ريال. زين، تفضل. خلونا نقرب وخلينا نذوق، خلينا نبدا جولتنا. خلونا نقرب هذه اللقيمات اللذيذه في الدبس العماني. خلينا نقرب. بسم الله. والله انها لذيذه وبتعطيني طاقه لين نهايه الحلقه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمك من وين جيتني؟ اسمي احمد غريب الناصري من ولايه الرستاق. ولايه الرستاق، دار المشتاق. نعم نعم، حي الله. عندي سؤال. تفضل. السؤال يقول: لو دخلوك مصحة نفسية، أعوذ بالله، إن شاء الله بعيد الشر، لو دخلوك مصحة نفسية، كيف بتثبت لهم إنك أنت صاحي وما فيك شيء؟ والله طبعاً أنا صاحي. فعلاً؟ فعلاً؟ أنا وحال إيش داخل؟ لا مثلاً ما غلطوا، الإنسان يغلط. غلطوا، جيت أنا مثلاً أنا من مصحة نفسية، جيت أنا وقلت لك يا أخوي أنت هناك مكانك ولازم نشلك، كيف تثبت لي بأنك أنت صاحي وما فيك شيء؟ طبعاً أنت بأسلوبك معهم هو بيكتشفك أنك أنت ما فيك حاجة. كيف؟ بين لي. يعني هو بيكتشفني أنا ما في مرض نفسي، أنا بعطيه يعطيني جواب أنا بجاوبه. حكي وبعطيه بنفسية مرتاحة يعني. مرة. وهو بيعرفني. بيعرفني. متأكد إنه بيعرفك؟ ليش ما يعرفني هو متخصص هذا الشيء؟ يمكن بيكذبك يقول لك لا أنا خلاص راح التقارير تقول أنك تم فيك شيء. في هذه الحالة أنا بجاري. بجاري وبنسحب عنه. كيف تنسحب؟ مصحة نفسية تنسحب منها؟ ترى هو لازم بيعرفني إن أنا ما في ذا الشيء. إذا هو يريد يستعبطني إذا يدخلني ويجلس يسوي لي هذه البلبلة. صحيح. أيوه. صحيح. أحسنت، ما قصرت وكان شوية سؤال لطيف. نتمنى إنك استمتعت معنا. أحسنت، جزاك الله خير. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اسمك من وين جيت؟ أحمد الرحبي من العمرات. حياك الله. اسمك من وين جيتني؟ احمد الرحبي من القريات. من القريات، ما شاء الله بتنيتكم رحبيين، وهذا من عمرات وهذا من قريات. سبحان الله. طيب عندي سؤال. تفضل. السؤال يقول: لو لا سمح الله غلطوا ودخلوكم وقالوا لكم انتوا لازم تروحوا مصحه نفسيه، كيف تقدر تثبت لهم انك انت صاحي وما فيك شيء؟ عادي، اللي يروح مصحة نفسية لازم يكون عنده هذاك. لا هم كل حاجة خلاص، كل الأوراق وكل الثبوتات إنك أنت خلاص مكانك في المصحة النفسية، كيف تقدر تثبت لهم وتثبت للدكاترة إن أنا صاحي وما فيني شيء؟ كيف تثبت لهم؟ قول أنت عاد، ما أعرف والله. إن أنا صحي ما في شيء خلاص. يعني كيف بتقول لهم؟ ما في شيء. حقوق كلهم المرضى بيقولوا كذاك. مو سؤال، قول عرفني من تصرفاتي، يعني اذا مثلا ما صاحي او شيء. ايوه عرفني من تصرفاتي. لا جميل. ايوه يعني مثلا هو ما لاحظ يسالني اسئله او شيء وانا اجاوب عليهم يعني تلقائيه. ما اذك يعني نقول انك بتطلب من الدكتور انه اسالني اسئله وشوفني اذا بقدر اجاوب هنا ولا لا. ايوه كذاك بتقول. ايوه سائلك. انزين، نقول ان سائلك الاسئله وانت للاسف ما قدرت تجاوبهن، وايش راح تسوي؟ اسوي المسرتين.
مره تايم وخلاص ها؟ ايوه خلاص تقضي عمرك. ايوه خلاص بس جميل جميل احسنت. لا حيله. ايوه خلاص ايوه جميل احسنت ما قصرت جزاك الله الف خير. طبعا اخونا نهاها بالمسره تايم واستسلم، لكن طاقم عمل شبابه بس ما راح يستسلمون وراح يكملوا برنامجهم ويكملوا طاقتهم. خلينا نكمل برنامجنا وشباب وبس. لقيت الحب ما حبي، شي من الناس تنحب شي من الناس ما حبي. يقول البنات اشترن بيت في دنزار وحسن الولاية ومرحبا بالطير اللي طار فرحوبة هي واصل الدار فرحوبة يا مرحبا وفي دنزار حي وسهلة ومرحبا با. سيد البدو وفلان اللي سمعناه كنا بنشري لو صافي من مالكم تين وعنابي وانا حثني شوق وعنابي وايد من عمان اللي سمعناه لكن شوفه تفاق الوصافي. ميم ألف نون اسم بلدنا بلدنا الحبيبة عمان عمان. يلا قولوا قولوا العين العين عين الله ترعاكم. الميم الميم ولدنا لياكم والألف الألف أحلى حياكم والنون النون نورتوا عمان. شباب وبس شباب وبس أحبك يا أحبك يا كل الأماني يا داري وعزتي وداري وكياني. يحفيني فحر يا قصر عماني من دار قابوس المفدى وريث العز والعليا مكاني. طبعا ما زالت حلقتنا بطابع التراث الجميل، ومثل ما يقول المثل من كل بستان زهرة، وأنا الصراحة في هذا البستان اخترت لي هذه الزهرة، يعني أبقورة ولكنها مستعملة بطابع تراثي جميل. شكرا على هذا الإبداع الجميل صراحة شيء حلو. خلينا نشوف بستان ثاني، تعالوا معي. طبعا الحين نحن في هذا المحل الجميل، هذا المصر اللي أنا لابسنا في هذه الحلقة من هذا المحل. عندنا هنا آلة شدتني واللي هي آلة النول، تستخرج من خلالها الأحزمة، أحزمة الخناقر، السياح اللي يشلوا بهن الحلوى وغيرها من المنتجات مثل ما أنتم شايفين، السيور، أشياء جميلة، مستنتجات جميلة، منتجات جميلة يتم استخراجها من هذه الآلة وعلى أيدي هذه الأيادي العمانية. يستاهلوا الدعم ويستاهلوا أن نحن نشتري من عندهم، بسنا من كثر ما نشتري من الخارج. العماني أحلى، خلوها في بالكم. شدني بخور رهيب، ريحته رهيبة، ولا بعد الشيء الأرهب أنه أصلاً اسمه رهيب، والله اسمه على مسمى، والله على المنتجات العمانية، والله على منتجات صلالة.
هذه المنتجات الحلوة. طبعا هذا اللبان، وأهل صلالة طبعا غنيين عن التعريف، راعين اللبان واللبان الغاوي. هذا وش من نوع؟ لبان، لبان عادي يعني، وهذا لبان معطر. جميل، لبان عادي ولبان معطر. وهذا وش؟ مس، لمس، لمس اسمه لمس. جميل والله، منتجات جدا جميلة، ولو جلست أعدد وأتكلم ما راح أخلص لا اليوم ولا بكرة ولا اللي بعده. منتجات ولا أروع. أنصحكم زيارة أهل صلالة وزيارة المنتجات العمانية، بس أنا من كثر ما نشتري برا. تعالوا صوب العماني ترى زين. وعلى هذه الروائح الجميلة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في برنامج شباب وبس. كنت معكم في الماضي والحاضر، وعسى أنكم استمتعتوا في الماضي والحاضر. كان معكم لإعداد التقديم محمد علي. دمتم في حفظ الله، إلى اللقاء.